احتفالا باليوم العالمي لحفظة السلام، تحيي الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك هذه الذكرى السنوية بعدد من الأنشطة، حيث سيضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إكليلا من الزهور لتكريم جميع حفظة السلام الذين فقدوا حياتهم في مهامهم. كما سيرأس الأمين العام مراسيم منح وسام داغ هامرشولد بعد الوفاة ل 117 من مدنيين وعسكريين فقدوا أرواحهم أثناء أداء مهامهم عام 2016، ومن ضمنهم الكابورال المغربي خالد الحسناوي الذي اشتغل مع بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى المعروفة بمينوسكا. وعن الدور المغربي في مجموعات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر العالم نبقى مع هذه الشاشة التفاعلية لنجاة بوتفسوت. أهلا بكم. أول مشاركة للمغرب في حملكات حفظ السلام تمت سنة 1960 ضمن حملكات الأمم المتحدة لحماية الوحدة الترابية للكونغو، ويمثلها المغرب البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي ساهم في الحملكات التي باشرتها كل من منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو في كوسوفو والاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك. كما شاركت القوات المغربية في إحلال السلام في هايتي ومراقبة وقف إطلاق النار وتوفير ظروف المصالحة الوطنية وتسهيل المساعدة الإنسانية ومراقبة مسلسل الانتخابات في أنغولا. منذ استقلالها ساهمت المملكة المغربية في 6 عمليات أممية لاستتباب الأمن بنشر الآلاف من جنودها في دول مزقتها الحروب، وهي الكونغو والزاير سابقا والصومال والكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية. يصنف المغرب ضمن قائمة الدول التي تساهم بأكبر عدد من الجنود في بعثات حفظ السلام. حاليا توجد تجريدات مغربية في إطار القبعات الزرق الأممية في كل من أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تجريدات قوامها أزيد من 1600 جندي، ما يجعل المغرب في المرتبة 15 دوليا ضمن البلدان المشاركة بكثافة في العمليات العسكرية الأممية والمرتبة الأولى مغاربيا ثانية على الصعيد العربي. تعمل تجريدة المغربية في إطار مينوسكا وهي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى، هذه الدولة التي تشهد صراعا طائفيا دمويا بين تحالف سلك المسلم وميليشيات أنتي بالك المسيحية. من مهام القبعات الزرق المغربية هناك حماية المدنيين ودعم العملية الانتقالية، كما تقوم البعثة بتسيير المساعدة الإنسانية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم العدالة وسيادة القانون ونزع السلاح. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية تشتغل القوات المغربية في إطار البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار المعروف اختصارا بمونوسكو، الساهرة على حماية المدنيين وأفراد عمليات الإغاثة الإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، إلى جانب دعم الحكومة في جهودها لتحقيق الاستقرار وتعزيز السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تم فيها تكريم القبعات الزرق المغربية اعترافا بتفانيها في العمل ونكران الذات.